اهلا بيكم، انا الدكتور وائل شعلان، استشاري جراحه والسمنه والمناظير. ده ما يسمى بمنظار الدقيق. هو ده. يعني ايه منظار الدقيق؟ دي العدسه او المنظار اللي بيدخل من ثقب في جدار البطن وينقل الصوره من المنطقه دي، يوديها لكابل هنا ويروح يوديها لجهاز مونيتور كبير احنا بنتفرج عليه اثناء العمليه وبنشتغل، ما بنبقاش باصين للمريض، احنا بنبقى باصين للمونيتور او للشاشه. طيب ايه بقى ده؟ ده عالم من التقنيه والتطور، كل يوم عمال يتغير. ده قطره 5 ملي نص سنتي، فبيحتاج ثقب اصغر، والثقب الاصغر معناه شكل افضل، والثقب الاصغر كمان معناه الم اقل. شكل أفضل، ألم أقل، يعني حركة أسرع، يعني فترة نقاهة أسرع. وخصوصا لما نيجي if we combine، لو نيجي نشتغل مع المنظار الدقيق كمان بالآلات الصغيرة الدقيقة اللي هي قطرها 5 ملي، تجد أن أنت عندك 3 أو 4 جروح أو أحيانا 5 جروح، كل جرح نص سنتي ما عدا جرح واحد بس هو اللي ممكن يبقى سنتي. كمان العدسة دي ما هياش، لو بصيت على الشكل بتاعها، العدسة دي بتديني زاوية أقدر أبص بيها فوق، مش شايف اللي قدامي بس، ده أنا شايف اللي قدامي وشايف اللي فوق كمان، اللي في جدار البطن اللي فوق. طبعا ده بيديني رؤية أفضل، مجال رؤية أحسن. المنظار الدقيق هو أحدث تطور، أحدث عدسات النهاردة بتستخدم في جراحة التكميم وجراحات السمنة بشكل عام. حقك أن أنت تاخد أحدث وأفضل تقنية عشان خاطر تاخد نفس اللي بياخده المريض اللي موجود في الدول اللي صنعت الحاجات دي. ده حقك مش تفضل مننا. وأشوفكم في الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.